بتوقيت الأولى مع آمال الشاهد. عسلامة ومرحبا بكم على القناة الوطنية الأولى. اليوم هو أول مواعيدنا مع تلك شو جديد اللي تطرحوا عليكم القناة الوطنية الأولى واللي عنوانه بتوقيت الأولى، ويجيكم كل يوم إن شاء الله من هوني لنهار الخميس مباشرة في تمام الساعة 7. نبدأ معكم من غير إطالة ومانيش باش نقولكم شنو فما في البرنامج، أما نطلب منكم أنكم تقعدوا معنا من هوني حتى الموعد نشرة أنباء الثامنة باش تكتشفوا معنا كل المحتوى متاع بتوقيت الأولى. نبدأ معكم بعناوين الأولى بالنسبة اليوم الاثنين 22 اكتوبر 2012. نبداو باهم احداث اليوم، ثم جوله مع المؤسسات الاعلاميه بتعليق الزميل توفيق العايشي اللي يكون حاضر معنا اليوم. بعد ذلك فقره الكاريكاتور. كل يوم ايضا الى جانب الكاريكاتور يكون عندنا لا فيديو دو جور ولا لا فيتير دو جور، موضوع مصور نصوره لكم في نفس اليوم. ضيف اليوم اللي شرفنا بحضوره إن شاء الله في بتوقيت الأولى في حلقتها الأولى هو الأستاذ والشخصية الوطنية الأستاذ أحمد المستيري الوزير السابق والشخصية الوطنية. ثم نختم كل مرة حلقتنا ببعض التفاصيل الثقافية السريعة. نتمنى لكم مشاهدة طيبة معنا في بتوقيت الأولى، وننطلق مباشرة مع فقرتنا الأولى. فقرة أحداث اليوم، ونحاولوا بطريقة سريعة كل يوم نقدم لكم أهم الأحداث اللي يشهدها اليوم. بطبيعة الحال باش ناخذوا معنا اليوم أهم التفاصيل اللي عرفها يومنا مصباح 22 أكتوبر 2012. البداية أول خبر يتعلق بمسيرات ضد العنف السياسي من تنظيم المجتمع المدني وأطراف سياسية أيضا هي الجبهة الشعبية، وما أصبح يتعارف عليه بترويكا المعارضة الجمهوري المسار ونداء تونس. أيضا شهدت تونس اليوم انتشار للجيش الوطني من جديد بأكثر كثافة، أكثر كثافة من الأيام الفارطة، معناها من الأسبوع اللي فات، في شوارع تونس العاصمة، إلى جانب تعزيزات أمنية تحسبا لأي طرح يتعلق بالمواقف المتناقضة والمختلفة حول مسألة انتهاء الشرعية من عدمها بعد 23 أكتوبر 2012، يعني تحسبا ليوم الغد. وعنا بعض الصور نشاهدهم مع بعضنا. شنو لاحظت اليوم الصباح؟ اللي فما كاميون نتاع الجيش وما فهمتش علاش دايق. انا واحد من الناس في تونس كي نشوف الجيش والشرطه منتشر، هو رسالة طمأنينة للشعب التونسي، لأنه فما برشة تجاربات سياسية بالأحزاب وتناحر الأحزاب وإحنا ما وصلنا لهاش. لكن يقولوا هما غدوا نهاية الشرعية، عندها هذا يروحوا ونطبوا ونخلوا البلاد تكلم عنه. ولهذا كي يهبط الجيش والشرطة، أنا وأنت وصحافة وعباد ومشاكل والناس كلهم تقدم معنا. معناها إحنا بلاد مشتركة، مازلنا مفارسين، الارواح قاعده تطيح كيكا بوريا من غير ما ثم حد شيء، كل واحد نصب روحه معناها مسؤول على حاجه معينه. فهمت كيف اللي صار في تطاوين؟ معناها باش يوريك، معناها الراجل لو كان ما نصب روحه فك الحكايه هذيك ما كان يتقتل. هذا ايش موجود؟ معناها البلاد داخله في حيط. إذا الخبر الموالي يتعلق برئاسة الحكومة وهو منقول عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ صدر اليوم يوم الاثنين أن الخبر اللي خرج في بعض الصحف التونسية واللي يقول أن السيد حمادي جبالي رئيس الحكومة الحالية يريد حل رابطات حماية الثورة هو خبر مش صحيح وهو غير ملزم لرئاسة الحكومة. في سيدي بوزيد اليوم من جديد تجمع احتجاجي من أجل الإفراج عن الموقوفين من قبل أهالي العمران بسيدي بوزيد، إلى جانب ربما وفود بعض الأشخاص أو بعض المجموعات اللي تمثل المجتمع المدني من تونس العاصمة للوقوف أو للمساندة هذه الوقفة الاحتجاجية.
جابس لليوم الثالث على التوالي تقريبا تشهد مشاحنات. اليوم اهالي بوشامه من معتمديه جابس عفوا يشنوا او ينظموا اضراب عام على خلفيه النتائج الاوليه للمناظره اللي نظمها المجمع الكيميائي التونسي لانتداب اعوان جدد. الاضراب طبعا تسبب في تعطيل كل الانشطه بالمنطقه وفق ما عينه مراسل التلفزه التونسيه. كذلك فما تجمع صباح اليوم لعدد من المواطنين امام مقر الاقليم الوطني احتجاجا على ما اعتبروه اساءه لهم في معامله خشنه وايضا استعمال لعبارات تخدش الحياه وتهين المتساكنين، وذوما بعض الصور المرافقه لبعض من تفاصيل ما حصل هذا اليوم. نخرج من الأحداث الوطنية إلى الأحداث العالمية العربية بالتحديد. لبنان يشهد من جديد اهتزازات أمنية تذكر بأزمته السابقة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن اللي توفى في تفجير سيارة مفخخة نهار الجمعة الفايتة في بيروت. البارح كانت الادفينة متاعه. هذا رجع بيروت للأسف إلى دوامة العنف السياسي، وتطور هذا في الساعات الأخيرة إلى مواجهات أسفرت عن مقتل 4 ضحايا وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية. وأول الظواهر اللي تمت ملاحظتها اليوم هو عودة الميليشيات المسلحة إلى شوارع بيروت. نختم معكم بالكويت في الأحداث العربية. على أثر إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح عن تعديل في قانون الانتخابات، شهدت العاصمة الكويتية تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين عن التعديل القانوني هذايا. أدت إلى مواجهات ما بين قوة الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن جرح 100 متظاهر و11 عاون أمن. هذوما أهم الأحداث اللي صاروا هذا اليوم. بعد الأحداث باش تكون لنا أيضا كل يوم قراءة أو جولة مع الإعلام مع المحطات الإذاعية والتلفزية، وطبعا مع الصحف المكتوبة والصحف الإلكترونية التونسية والأجنبية. كما كنت قدمت في المقدمة متاع البرنامج، يحضر معنا اليوم الزميل الصحفي توفيق العياشي، وهو صحفي بجريدة آخر خبر، وهو أيضا مراسل لقناة الحرة. مرحبا بك توفيق، وشكرا أنك لبيت دعوتنا باش تكون زميلنا الصحفي المعلق والمحلل في الحلقة الأولانية من بتوقيت الأولى. نبدأ مع بعضنا من غير تأخير في جولتنا الإعلامية، ونبدأ مع جريدة عرابية اللي تصدر مرة في الأسبوع كل يوم أحد. تروا معنا أول مقال من جريدة عرابية الصادرة البارح في الصفحة الخامسة، تونس تحتج سفير أم مقيم عام. في المقال مقتطفات من المقال، الزيارة يحكي المقال عن زيارة السفير الفرنسي لمقر النقابة الوطنية للصحفيين تضامنا مع الصحفيين والإعلاميين في يوم الإضراب متاعهم الأسبوع اللي فات. الزيارة كانت محل جدل وسط الصحفيين أنفسهم، حيث عبر عدد كبير منهم عن استهجانها. السفير الفرنسي في معرض تعليقه على احتجاج الخارجية التونسية قال إن سلوك النهضة يدفع إلى مزيد عزل تونس عن أصدقائها في العالم. تعليق الصحيفة توفيق، تصريح السفير الفرنسي يقر الرأي القائل بأن فرنسا لا تعتمد سفيرا لدى تونس بل تضع مقيما عاما في شارع الحبيب بورقيبة. تعليقك. بالضبط، هو من النهضة، ربما حركة النهضة وقيادة حتى الحكومة والسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اعتبرها أنه تدخل في الشأن الداخلي، وتم الاستدعاء السفير الفرنسي من قبل وزير الخارجية. ولكن فما قراءة أخرى تقول أنه زيارة مسؤول دبلوماسي إلى منظمات المجتمع المدني ربما تزامنت في التوقيت مع قبل الإضراب العام للصحفيين، ولكنها هي زيارات توقع وهي زيارات في إطار البرنامج الأجندة نتاعو. وفما ناس تستغرب كيفاش أنه الناس اللي في الحكم اليوم، الأطراف الموجودة في الحكم، كانت تقبل في عهد زمن بن علي، كانت تقبل زيارات المسؤولين الأجانب، وكانت ربما هي تزور السفارات. شكون كان يزور لآخر السفارة الأجانب؟ كانوا يمشوا يزوروا هم في مقر
مقرات الأحزاب وبعض مقرات المنظمات، وكذلك هم المسؤولين السياسيين يزوروا مقرات بعض السفارات، وكانت العملية يعني عادية في إطار أنه هل الدبلوماسية الأجنبية كانت تتراقب ربما الوضع الداخلي في تونس، وكانت عندها مواقف من الأطراف. اليوم الاحتجاج على زيارة السفير الفرنسي لمقر نقابة الصحفيين أكيد فيه أكثر من وجهة نظر، فيه مبالغة في توصيفه ونتدخل في الشأن الداخلي، وفيه ربما نوع من التهوين كيف نقراه على أنه زيارة عادية ما وراهش أي هدف آخر. طيب نقعد مع جريدة عرابية توفيق السادة المشاهدين، أيضا على 3 صفحات صدر حوار مطول مع السيد حمل همامي زعيم الجبهة الشعبية، العنوان الكبير النهضة ونداء تونس وجهاني لعملة واحدة. وباش اخترت مقتطفات من الحوار، ماذا بيا تعليقك عليهم توفيق بسرعة؟ غياب النهضة والمؤتمر عن مبادرة الاتحاد لا يمكن تبريره بمجرد رفضهما لحضور هذا الحزب أو ذاك، سواء تعلق الأمر بنداء تونس أو ببعض الأحزاب التجمعية، لأنهما يجلسان مع هذه الأحزاب في المجلس التأسيسي ويتحاوران معها، وفي صفوف حركة النهضة يوجد الكثير من التجمعيين، وحكومة الترويكا عينت العديد ممن تسميهم أزلام النظام السابق في مراكز القرار في الوزارات وفي وسائل الأعلام وفي مراكز الولاية. تعليق سريع على المقتطف هذية من إجابة حمل همامي على أسئلة الصحفي زميلنا من عرابية. تقريبا هو يدخل في إطار الاستقطاب، هذه كله تدخل في إطار الأوراق السياسية قبل الانتخابات القادمة، فما حالة من الاستقطاب الثنائي ناس كل الملاحظين كل يعرفوها بين حركة النهضة وبين نداء تونس، وفما قطب ثالث اللي هو ربما يستفيد من هذا من هذا الاستقطاب، وطبيعي جدا مش كنت تعليقه مثل هذه التعليق على اعتبار أنه يحب يشيطن ربما كلا الطرفين. وقف شوية باش ما تسبقش الأحداث وما تظلمش. فما مقتطف آخر يجاوب فيه، إذا كنا نرفض في الجبهة الشعبية خيارات الترويكا فإننا في نفس الوقت نرفض خيارات نداء تونس. الجبهة مع تحقيق أهداف الثورة لابد من الإقرار بأن المشهد السياسي يضم أطرافا أخرى، وهون يذكر الحزب الجمهوري والمسار، وهنالك عدة أطراف أخرى يمكن للجبهة أن تلتقي معها طالما لم تنخرط في إحدى الجهتين الأخرين، معناها الترويكا ولا نداء تونس. أي بالضبط، يعني هذا في إطار الاستقطاب على أساس أنه ربما نوع من المغازلة لحركة للحزب الجمهوري وللمسار الوطني الديمقراطي، على كل ما زالت هي الخارطة بتاع التحالفات ما زالت ما تصغتش نهائيا قبل الانتخابات، وكل شيء وارد، التحالفات الكل واردة، وحتى الأطراف المتناقضة يمكن تلتقي. آخر مقتطف من الحوار اللي أجرته جريدة عرابية البارح مع حمل همامي زعيم الجبهة الشعبية، الحكومة تعيش اليوم خصومة مع الجميع، مع الإعلاميين ومع القضاة ومع الفلاحين ومع المعطلين عن العمل ومع النساء، ونحن نراها تواصل في نفس النهج الذي كان عليه النظام السابق، وإلا فأين هي الإصلاحات السياسية في الأجهزة الأمنية وفي سلك القضاء وفي سلك الإعلام، وأين هي الوعود الاقتصادية والمشاريع التنموية التي وعدت بها الشعب؟ هذا خطاب يوصفه أنصار الحكومة بالعدمية المطلقة اللي ربما يسود كل المشهد، حتى إنجاز ولو حتى صغير. بالضبط، هذا قراءة ربما أنصار الحكومة، وفما قراءة أخرى تقول أنه هذا هو الواقع، وأن الحكومة تمضي في طريق المكابرة وفي طريق ربما التنكير والاستنكار كل الأغلاط اللي تسند لها، والاعتبار أنه هي حكومة في ربما ترفض حتى الأخطاء اللي تقر بها أو يقر بها بعض مسؤوليها وبعض مكوناتها، وأنه ربما الفترة القادمة ما بعد 23 أكتوبر هي فترة لإعادة مراجعة الحسابات وإعادة إصلاح الأخطاء. هذا التصريح ربما صادر على السيد حما الهمامي، متفهم جدا. ننتقل من عرابية إلى صباح الأسبوع صدرت اليوم، في الصفحة الأولى نلقاو في الغلاف الخارجي للجريدة سنة أولى شرعية، قضايا هزت الرأي العام، تعيينات بالولاءات، التونسيون يكتشفون بيننا سلفيون، الوضع الاجتماعي بملاحظة دون المطلوب. كان ما عندكش متعلق نتعديو لحاجه اخرى؟ لا، هذا نوع من التقييم، وهذا تقييم طبعا اذا كان يستند الى حجج ويستند الى معطيات من الواقع وبارقام وباحصاءات وببعض الامثله، فهذا اكيد مبرر جدا، هذه نوع من القراءه، فما قراءات اخرى ربما. في الصفحه السادسه في نفس الجريده الصباح الاسبوعي كذلك تحت عنوان سنه اولى شرعيه، صاحبي عتيق
الحكومة نجحت رغم الإرباكات والحوار يتطلب تنازلات، وعصام الشابي حكومة الترويكا فشلت في حل أزماتها والمطلوب منها إجراءات جريئة لفك عزلتها. في الصفحة 20 ما فماش كان السياسة في الدنيا، فما زاد الثقافة، وفما بشرة خير هو أنه من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل تنتظم الدورة 24 لأيام قرطاج السينمائية. وجريدة الصباح الأسبوعي في مقالتها في الصفحة 20 تحدثت على أيام قرطاج السينمائية تحت عنوان مشاركات عالمية ونجم يشترط 10,000 دولار لينضم للجنة التحكيم. علامات مضيئة ستكون حاضرة في عرس السينما مثل يسري نصر الله، نبيل عيوش، وجود سعيد. ايش قولك تتصور انه لجنة تنظيم ايام قرطاج السينمائية لتنضوي تحت وزارة الثقافة قد تقبل هالطلبات المالية من اعضاء لجنة التحكيم وتنجم يعني الوضع الاقتصادي العام للبلاد يسمح انه ندفعوا؟ انت امال لميزانية وزارة الثقافة تقريبا من ادنى الميزانيات من حيث القيمة، فصعيب ياسر انه الاستجابة لمثل هذه المطالب المشطة. ربما ينجم رام يلقاو شخصيات عندها وزن في السينما وعندها تاريخ، ولكن تجي من غير ما تطلب. فما موجودين. نمر لجريدة لابريس، الصحيفة اليومية الناطقة باللغة الفرنسية، في الصفحة 4 هوني باش نطلب منك تعليق على مختلف مواقف النواب اللي استجوبتهم الصحيفة. أول حاجة العنوان الكبير هو لا سيليبراسيون دو بروميير انيفيرسير دي زيليكسيون اسبوار دي زان appréhension des autres. وجهت أسئلة لبعض النواب. تاريخ 23 أكتوبر أصبح كعلامة للهلع، فما هي الأسباب؟ وماذا تنتظرون من جلسة التأسيس غدا؟ الطاهر هميلة يقول الشرعية ستتواصل بعد 23 أكتوبر. سامية عبو تقول أعداء الثورة لن يمروا. عصام الشاب يقول عيد سرقته الترويكا. وليد البنان يقول لا شيء يعلو على مشروعية التأسيس، rien ne pourra supplanter la légitimité de l'ANSI. سعيدة جراش تقول لا ترويكا nous a confisqué le droit de fêter le 23 أكتوبر. الترويكا فكت منا حقنا في الاحتفال 23 أكتوبر. ما رأيك؟ كل واحد يتفرج في التلفزة، كل واحد يشوف في فيلم، على كل واحد يشوف الوضع من رؤيته. ولكن تعرف الملفت في الانتباه أنه الإجماع بين نواب المجلس التأسيسي في المعارضة وفي الحكم على أنه الشرعية تتواصل ما بعد 23 أكتوبر، وأنهم يواصلوا مهامهم بعد 23 أكتوبر، وأن المجلس التأسيسي يبقى قائم. هذه النقطة اللي ربما تثير نقطة استفهام، رغم أنه خلافاتهم في تقييمات عمل الحكومة، ولكن مجمعين على أنه الشرعية يلزمها تتواصل نتاع المجلس التأسيسي. مش أنا باش نجاوب على سؤالك. نذكركم اللي احنا قاعدين نستعرضوا مع بعضنا في فقرة الجولة الإعلامية، ونستعرضوا في مش كان في العناوين أو في الصفحات الأولى للصحف المحلية والعربية والأجنبية، ولكن أيضا ندخلوا في تفاصيل بعض المقالات اللي تظهر لنا مهمة. واليوم يحضر معنا في حلقتنا الأولى من بتوقيت الأولى زميلنا، نعود نذكر، توفيق العياشي، صحفي بجريدة آخر خبر ومراسل الحرة. جريدة التحرير المصرية توفيق في صفحتها الأولى عنونت القوى الوطنية للإخوان مصر مش عزبتكم، وتحتها بشوية الرئيس المصري مرسي للرئيس الإسرائيلي بيريز أنا صديقكم المخلص والوفي، والسياسيون يقولون ننتظر جلوس الإخوان مع الإسرائيليين قريبا. هذا مش في مصر بركة، هذا تقريبا في البلدان العربية اللي شهدت تغييرات كبيرة. فما كلام كبير على علاقة الحكومات الإسلامية اللي توصف بالمعتدلة بإسرائيل وبالدوائر الكبرى بالقوى الغربية. فما نوع من الصمت على مسألة التطبيع كما عندنا في تونس كما عندنا في مصر تقريبا، فما نوع من الاستساغه والمطالب، هذا المطلب نتاع ربما ادراج التطبيع او رفض التطبيع في الدستور كما هو محل نقاش في تونس كما هو كذلك محل في مصر. في مصر زادت تفجر بالرساله نتاع الرئيس مرسي الى جريدة التحرير المصريه اللي نشرت الرساله كامله. بالضبط. ايضا بالضبط، واللي ما كانش عليها رد مقنع ربما من طرف الاخوان، واللي كشفت ربما نوع من طرف رئاسة الجمهورية المصرية اللي قالت اللي هذوما عبارات معناها سي دي فورمول دو بوليتيس ولا بروتوكولير معمول بهم في الدبلوماسية العالمية لما رئيس يتوجه إلى رئيس دولة أخرى، متعودين أنهم يستعملوا الصيغة هذه. وهذه حجة التقطوها الناس المعادين لمشروع ما يسمى بالربيع العربي، وقالوا أنه هذه الأنظمة الإسلامية المعتدلة لازم نبحثوا في وراء شكون جابها للحكم. نختم مع جريدة السفير اللبنانية اللي ترجمت مقالة
عن وكالة الأنباء الفرنسية تهتم بشأننا احنا الداخلي، تقول تونس منقسمة سياسيا في الذكرى الأولى للانتخابات، مناخ سياسي يشوبه التوتر والغموض، ويميزه العنف وتأخر المجلس التأسيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. هذا آخر خبر وآخر تعليق. آخر خبر وآخر تعليق طبعا. التأخير هو معطى موجود وما ينجم حتى حد، ربما حتى باعتراف حتى بإقرار أعضاء من المجلس التأسيسي بأنه هناك تأخير في إعداد الدستور في إنجاز المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي. مناخ الرعب ومناخ الخوف موجود، على اعتبار أنه الفترة الأخيرة كل شهدت أعمال عنف، والفترة الأخيرة كل على مستوى تصريحات السياسيين وعلى مستوى تحركات بعض التنظيمات الموجودة على الأرض والتحريض والتهديد والوعيد، فما شكون يتخوف برشا من المرحلة القادمة، على اعتبار أنها مش تكون ربما مرحلة عنف، الله لا يقدر إن شاء الله. ربما بتبيع إن شاء الله. إحنا على كل حال نعاولوا دائما على التوازن والعقلانية متاع التوانسة. نذكركم اللي في الجزء الثاني من بتوقيت الأولى سيكون ضيفنا الأستاذ أحمد المسيري الشخصية الوطنية والوزير السابق، باش نتحدث معه عن عدة تفاصيل أو عدة محاور تهم الوضع الآني، تهم آنية الأحداث في تونس، وإحنا على أبواب يوم الغد، يوم 23 أكتوبر 2012 اللي تمر فيه سنة كاملة على تنظيم أول انتخابات وصفناها بالنزيهة والشفافة والديمقراطية في تاريخ تونس المعاصرة. الجولة الإعلامية، جولة الجرائد والإذاعات والتلفزيون، سوف نختمها يوميا بفقرة هي فقرة الكاريكاتير. شو نطلب منك توفيق أنك تشوف معايا الكاريكاتير، من عش باش تتبث على الشاشة الكبيرة من هوني ولا على الشاشة اللي مقابلتنا هذيك، ونبدأ بالكاريكاتير اللي خرجتها جريدة الأسبوع المصور اليوم، رأس السنة الشرعية ومش بير نويل واحد، تخوا بير نويل اليوم، ثلاثة رؤساء للحكومة وللجمهورية وللمجلس التأسيسي وبرشا صنادق كادوات، لكن الكادوات يبدو أنهم ملغومين. نرى في أحداث السفارة الأمريكية اعلام في اضراب الى اخره. شنو تعليقك توفيق على الكاريكاتير؟ ربما يعكس شويه من الواقع انه راس السنه بدون هدايا، بطبيعه بهدايا واقعيه، ربما هدايا كلها ملغومه، والملغومه احاله على المستقبل كذلك، على انه ربما اللي جايبينه خاصه الرؤساء الثلاث ما يفرحش الصغار وما يفرحش الكبار. الكاريكاتير الثانية اليوم اخترنا زوز كاريكاتير، زوز صور ظهروا لنا يستحقوا أن نوريوهم اليوم. الكاريكاتير هذه تحمل أمضاء زد، تنزل بصفة دورية يعني على الانترنت، جي موانزا حديث على غدوة، هذه اللي ناقصة ماكش قاعد ترى فيها بالقداء. من جهة راشد الغنوشي زعيم النهضة، من جهة الأخرى بيجي قايد السبسي زعيم نداء تونس، واللي شكيه قدامهم، وأول أول بيان يعني أول قطعة من قطاع الشطرنج تسقط وفي بقعتها بقعة دم، وفي الوسط خارجين الجيش. هذا الكل إيحاء اليوم للي صار نهار الجمعة، ولكن أيضا تحذير اليوم الغد، ربما في المستقبل إن شاء الله الكروات اللي فيهم الجيش يزيدوا يكبروا باش يعملوا ربما يحيلوا ما بين الطرفين، على الأقل يضمنوا شوية استقرار. هذوما زوج صور كاريكاتير اللي اخترناهم لكم معانا اليوم في حلقتنا الأولى من بتوقيت الأولى. كما ذكرت في السومير في الإعلان عن مختلف فقرات البرنامج، ديما عنا عنصر مسجل أو موضوع مسجل نصوروه على وقع أحداث اليوم. أحداث هذا اليوم كانت مطبوعة بمسيرات مختلفة من أطراف سياسية مختلفة، ولكن أيضا من أطراف تمثل المجتمع المدني تحت عنوان واحد: نبذ العنف لا للعنف السياسي. نشاهدوا مع بعضنا. أنا من أجل الحرية التعبير، حرية المعتقد، حرية اللباس، وأندد بالعنف مهما كان مأتاه. بني
خلى المرمى ناقصه بيبان وناقص بابك. اليوم البنايه رجع باش يكمل مرمته. احنا عملنا الثوره ونحينا بن علي واحنا رجعنا باش نمنعوا السخف باش يغرق بينا. راهو كلهم نانش من 2008 نانش للاسف. انت توا اسقاط النظام في تونس. العنف السياسي هذا ما عنده نواص. حبينا نقولوا انه لا سبيل لتاسيس الديمقراطيه في ظل استخدام العنف السياسي. والتوانسه ما ينجموش يمارسوا بكل حريه اذا كانوا يكونوا خايفين من ردود افعال نتاع حسابات اجراميه على خلفيه موقفهم ولا على خلفيه رايهم. شعبنا يريد تحقيق انجازات اجتماعيه مباشره وفوريه، صيانه الحريات ورفض اي ممارسه تقمع الحريات وتكرس الاستبداد. مساج واضح وصريح، معناها لا للعنف السياسي. ما فماش مسار انتقالي نجم ينجح ولا ديمقراطي نجم ينجح وقت صار الثوره باش تونسي يقتل تونسي على خاطر تجاهه سياسي ولا رايه سياسي. تمنيت حتى الترويكا اليوم تشارك، الجبهه الشعبيه اليوم البرانسيب هو برانسيب واحد لا للعنف السياسي. ابري تو هو عمل سياسي ماهيش حرب بين التوانسه. والله شاكك احتفالات 7 نوفمبر هذا ولا شنو؟ لا للعنف السياسي. وحلين المجالس حماية الثورة. كما تروا معنا كان هذا الموضوع المصور في شوارع العاصمة في سنتر فيل اليوم على وقع مسيرات تحمل شعار واحد لا للعنف السياسي. كل واحد حسب المشارب السياسية متاعه بطبيعة الحال، كانت له مواقف وكانت له شعارات ربما ثانوية. خلي قبل ما ندخل ونحكي شوية على الفتيار نرحب بالأستاذ أحمد المستيري. مرحبا بك سي أحمد. تي شخصية وطنية ووزير سابق تو نقدمك بالكدا بعد ما نراو الشارة الخاصة بالفقرة متاعك، لكن قبل هذاك نسمع منك ومن توفيق ربما كلمة سريعة تعليقا على انت ريت الصور والكلام اللي ورد في الفتيار. توفيق، ثم تخوف من التونسيين من العنف السياسي، لانه العنف هذا مش يستهدف طرف واحد، مش يستهدف جهة واحدة، مش يستهدف كل البلاد، ومش يأتي على الأخضر واليبس إذا كان تواصل الله لا يقدر. دونك فما تخوف، والتخوف هذا مشروع. سي أحمد تعلق على الموضوع قبل ولا بعد ما نعلن؟ أنا مستعد في كل وقت نعطي رأيي. تفضل. إذا طلب مني. تفضل، رأيك مطلوب. العنف هذا منطقيا شيء مرفوض، مش مقبول. لا من حيث المنطق والأخلاق ولا القانون، وخصوصا العنف السياسي. لكن الموضوع المطروح الآن هو إذا كان باش نخليه العنف وهالتوتر اللي يثير العنف يتطور ويزيد يتوسع، يعني نظن وقتها ما كناش استنتجنا الاستنتاج المنطقي في الموقف السليم. الموقف السليم الذي يقتضيه العقل السليم وتقتضيه متطلبات الثورة هو ما نخليهش التوتر هذا الموجود الآن يبقى ويتوسع، والمسؤولية على عاتق الجميع. الجميع. أو باش نجيو للحلول الممكنة أيضا للأفق كيفاش نراوه في الحوار اللي نخصص له الجزء المتبقي من حلقة اليوم من بتوقيت الأولى. بعد الشارة نستقبلوا بالقدي ضيفنا سي أحمد المستيري. سي أحمد المستيري هو محامي بالأساس، وهو أيضا الأمين العام السابق لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين LMDS. كان على رأس عدة وزارات، الداخلية من 12 جوان 1970 إلى 4 سبتمبر 1971 واستقال منها، الدفاع من 22 جوان 1966 إلى 29 جانفي 1968 واستقال منها، المالية والتجارة من ديسمبر 1958 إلى أوت 1960، وقبل هذوما الكل وزارة العدل من أفريل 1956 إلى ديسمبر 1958 وما استقالش منها. كي السبب؟
ساعة خلي نجم نسميك، خلينا نفكسك شوية في بداية الحوار. تفضل تفضل. نجم نسميك وزير الاستقالات سي أحمد؟ لا لا، مرة واحدة قدمت استقالتي، أما مرة أخرى خليتهم يقيلوني. أها علاش؟ ويحب بورقيبة يحب ينحي مدير الأمن ويبدلوا وينحي والي، ومن غير ما شاورني قلت له لا القانون ما يسمحش، القانون يلزم أنا نقترح عليك وزير مدير الأمن، فهمتني؟ أما بجي تسميني من غير ما تكون اقترحته أنا حسب القانون أنا ما نقبلش، وقعدت نستنى حتى ولو أقلوني. هذه استقلت من الداخلية عام 71. هذه استقلتك من أنا وزارة؟ وزارة الداخلية. من وزارة الداخلية. نعم. هل نقول في كلمة أنه ربما شخصنة الحكم كانت السبب في أنك في أكثر الأحيان يعني حليت الباب؟ شخصنة الحكم مانيش أنا أول من شعر بها، حتى من أقرب الناس ليه المرحوم أحمد التليلي زعيم النقابي وبشير بن يحمد وغيرهم، وقلناه البرقيبة لكن ما كانش يقبل المعارضة من الناحية هذه، لأنه هو كان يعتقد اللي كونه الحكم هو شيء ما يتفصلش ما يتقصش، عندك السلطة ولا ما عندكش، ما كانش يقبل من مبدأ السلطة المضادة في آخر الأمر، راجل عنده خصال كبيرة، لكن من الناحية دي إلى آخر وقت هو تمسك بالحكم. قبل ما ندخل معاك في المحاور الكبرى الحوارنا اليوم اللي شاركني فيه زميلنا توفيق العياشي، من باب خبرتك وتجربتك الطويلة في الميدان السياسي كوزير تقلدت عدة وزارات، نحب نسألك بعض الأسئلة السريعة وجاوبني عليها في كلمات سريعة إذا كان تسمح. تفضل. سي أحمد المستيري، شو رأيك في أداء الوزيرة علي العريض وزير الداخلية بما أنك أنت كنت وزير داخلية في وقت من أوقات تونس؟ والله هو إنسان ما عندوش تجربة في ممارسة الحكم، لكن ما يعرف عليه لكونه إنسان يعني من ناحية الأخلاقية النزيهة، يعني عنده متمسك، وكان هو بيد ضحية الاستبداد وضحية الواحد، غلط وما زال بشي غلط، لأن ممارسة الحكم اللي يمارس الحكم بشر يخطي ويصيب. خلينا نسألك سؤال دقيق أكثر شوية سي أحمد، شنو تقييمك للوضع الأمني متاع بلادنا اليوم؟ الوضع الأمني ما لا نحسد عليه. شنو السبب حسب رأيك؟ يعني وضع الأمني هو وضع إثر يعني ثورة اللي هي قلبة النظام رأسا على عقب، فهمتني؟ ماهوش مسؤولية سهلة، بدليل اللي كونوا الناس اللي جاوا قبله سي علي العريض هذا اصطدموا بنفس المشاكل، والمسؤولية مش سهلة، لكن يبدو لكونه في بعض الحالات يعني ثم تردد في اتخاذ قرارات حاسمة يعني الحسم. وربما الوزير الداخلية معروف أنا تجربتي في الحكومات العديدة اللي الوزير رو في أحيانا ما تكونش عنده السلطة الكل، فهمتني؟ وزير لكن يلزم مع شكون يتقسمها سي احمد؟ والله ما نعرف، هو لابد باش يتقسمها مع رئيس الحكومه، ولابد باش يتقسمها مع الرئيس نتاع رئيس الحزب نتاعو، فهمتني؟ يعطي رايه. باش ما نقعدوش في وزاره الداخل. تفضل توفيق. نجيو في وزاره الداخليه، لو كنت في محل وزير الداخليه سيد علي العريض وصارت المشاكل هذه الكل خاصه احداث السفاره والاخطاء اللي وقعت الكل، تستقيل ولا لا؟ انا جاتني طردتني شيء من هالقبيل هذا وقتي مثلا ما نجبش نطبق السياسه نتاعي في وزاره الداخليه في خصوص تعيين مدير الامن وفي سلوك وفي خصوص ادخال قسم نسبه من الديمقراطيه في ممارسه الحكم ازاء الشعب، ما قعدتش مره خرجت من تلقى نفسي وقتي شفت سياسه التعاضد تطبق بالسيف وبالقوه. انت كنت ضد الاختيار هذا؟ اي انا مش ضد سياسه التعاضد، انا ضد كيفيه تطبيق التعاضد بالقوه وكما الشيء اللي وقع في الوردانيين وقع في الوطن القبلي وغيره. قلت التعاضد هي ماذا بين نقدموا شويه سي احمد انا نتقدم. تفضل. انا قلت لك اسئله سريعه شويه ندخلوا شويه شرح. فما مواضيع بحر هما اللي باش نعديو فيهم اكثر. نختصر. انت كنت وزير عدل ايضا، شنو قولك في اداء وزير العدل نور الدين البحيري اليوم وفي ما وصلت وزارة العدل والعدل والقضاء بصفة عامة اليوم؟ هو المفروض بعد عام بعد اكثر من عام وزير, وزير العدل المفروض يكونوا ثم استقلال القضاء يا اخي، هو موجود استقلال القضاء؟ ثم استقلال القضاء ثم استقلال القضاء ما نعرفش، فما حاجات اللي ما نجلاش، ثم شيء
تابعة الملفات. المهم هو استقلال القضاء، المهم هو الشيء اللي يجب نحطوه في بالنا، هو لا في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي كان موجود استقلال القضاء، وأكثر من هذا السلك القضائي نفسه تعود كونه يأخذ التعليمات تجي من فوق. كيف جاءت المناسبة الوحيدة اللي القضاة ما حبوش يطبقوا، تعرفوا الشيء اللي وقع في جمعية القضاة نفسها، دخلوا لها وخلعوا الباب نتاع الانقلاب عليها. وانقلاب عليها. خلنا نختم بوزارة الدفاع، بما أنه من بين الأخبار اللي قلناها اليوم أخبار أحداث اليوم هو انتشار مكثف للجيش الوطني في شوارع تونس، وإحنا على أبواب يوم الغد يوم 23 أكتوبر. شنو هو تقييمك أستاذ أحمد المستيري كوزير دفاع سابق، كخبير في السياسة هو الوطنية بصفة عامة، في أداء الجيش، وحسب رأيك شنو الدور هو الجيش المهمة الأصلية نتاعه؟ هو الدفاع عن سلامة التراب، عن التراب الوطني، ويتداخل وقت البلاد كلها في خطر وتتعرض لأخطار إلى درجة كانوا يضطر باش داخل. في المرحلة هذه نتاع الثورة جاء وقت الجيش اللي هو الداخل، لكن رفع عصا الطاعة على الحاكم نفسه اللي يحكم، لأسباب كانوا شاف الحكم ماشي نحو تدمير الشعب ونحو القهر ونحو يعني كل الأخطاء اللي ارتكبها، بحيث اضطر الجيش باش يدخل لفايدة الشعب. خذال ما بين الاستبداد نتاع بن علي وما بين الشعب هو مشى مجيته، وفي أول الأمر حماية الثورة. وهو الآن مستقيم قائم بواجبه على أحسن ما يرام في الدفاع عنه، لأن البلاد نتاعنا هذه مش الثورة برك، البلاد نتاعنا معرضة للعديد من الأخطار نظرا موضعها جغرافي، نظرا لما يقع في الوطن العربي الان في الوقت الحاضر، حتى اللي وقع بجنبنا وقع بجنبنا الشرقيه مع ليبيا، يعني حتى الوضع في ليبيا وفي مالي وفي المنطقه نتاعنا الكل، يعني وجود الجيش حاجه ضروريه. خلينا نقول احنا حضرنا معاك، انا حاب ناكد لك حاجه تجربتي في وزاره الدفاع، الجيش نتاعنا والضباط وخصوصا الاجيال الجديده تركبوا على ثقافه الجيش الجمهوري ومدنية الدولة. ومدنية الدولة واضح. المحاور اللي قلنا باش نتحدثوا معاك فيهم بتعمق نذكرهم للسادة المشاهدين اليوم، ظهور أو بداية ظهور العنف السياسي في تونس، الشرعية 23 أكتوبر تنتهي أو لا تنتهي نقطة استفهام، مبادرة الاتحاد، مبادرة الترويكا هل لها أفق واضح، وأخيرا فكرة أو فلسفة التوافق كيف، وحديث في النهاية عن أو تقييم أو ربما استقراء للهيئة الوطنية المعلنة من قبل اتحاد الشغل لتنظيم الحوار الوطني. من عرش التوفيق إذا كان عندك ما تسأل في مسألة العنف السياسي قبل ما نتعدي للمحور الثاني، ما أنه أنا سألت عليه. أي بالضبط، مسألة العنف السياسي باش نجزئه ونفكه، هو العنف بصفة عامة، هو فما عنف، فما هناك حركات احتجاجية تنزلق للعنف، يعني احتجاجات، قطع طرقات، اعتصامات ومظاهرات، وفما العنف السياسي اللي تمارسه أطراف خاصة ما يسمى برابطات حماية الثورة. كيفاش تقرأ أنت على الأقل، شنو تقييمك للحركات الاحتجاجية خاصة الاعتصامات، قطع الطرقات، أنت كان جيت في محل وزير الآن كيفاش تتعامل معها؟ باختصار نحب نقول لك ساعة العنف هي الغريزة الحيوانية في البشر. فهمتني؟ لكن المسؤول في العنف مش الشخص اللي يرتكب العنف برك، هو كذلك تشمل الذي يثير العنف والذي يعطي التعليمات لتطبيق العنف. فهمتني؟ القانون هو الفيصل، والقضاء ووقت الحاجة إرادة الشعب والمواطن اللي يحط الورقة في الصندوق ذاته هو الفيصل وقت الحاجة. ترى أن العنف هذا وراه أطراف، هذا مرفوض شكلا. ترى أن العنف اللي صاير توا ممنهج وراه أطراف، وإلا عنف عفوي حركات احتجاجية عفوية؟ أنا كما قال الشرع يحكم بالظاهر، فهمتي؟ يعني ما نعتقدش اللي ثم طيف من الأطياف اللي هو عنده مصلحة في العنف، وفي خصوصا في انتشار العنف. لما حال الحكام نتاعنا والطبقة السياسية نتاعنا، وكيف نقول الطبقة السياسية مش تشمل رجال السياسة في المعارضة في الحكم وكذلك أجهزة الإعلام، عندهم مسؤولية
في هالقضية هذه. كيفاش سي أحمد؟ أجلس الإعلام إذا وراو يوحشوا إذا ما وراوش نحصروه النجم وقتها نسلطوا القضاء ونسلطوا الصندوق التصويت صندوق ولا نخليهم نحبوا العنف ينتشر. ما تراش سي أحمد أنه ممكن الإثارة عندها دخل في العنف؟ صحيح. لكن ما تراش أنه ربما كي تتكرر حوادث العنف وما يتمش إجابتها بالإجابة الرادعة اللازمة هذا يشجع الآخرين أنهم زاد هكا هذاك عمل وما تعاقبش. خليني أنا زاد نعمل مسؤولية ترجع للكل ومسؤولية تاريخية. الطبقة السياسية في الوقت الحاضر عندها مسؤولية في كونه ما نخليوش العنف أو لن يستمر ثم يتسع وحالة التوتر هذه عمال تزيد وهي تكبر. المسؤولية الملقاة على عاتق الطبقة السياسية الكل بالمعنى الشمولي والدولة سي أحمد ما نخليوش هالمسألة تتوسع والدولة نضيقوها ونعملوا لها حدود باش نكملوا المسار نحو تفعيل الثورة وتركيز المؤسسات الديمقراطية. مؤسسات الدولة شنو دورهم جوستومون في الحد من العنف؟ مؤسسات الدولة عندها دور رئيسي يلزم وقت الحاجة وقت تشوف المصدر نتاع العنف وتشوف المسؤولية نتاع العنف تحسم الحسم. فقط نقطة، أنت تبع في تصريحات المسؤولين السياسيين اللي ربما فمشكون يرى أنها تحرض على العنف، أنها تصريحات عنيفة، الخطاب السياسي أصبح خطاب سياسي عنيف. هذا الخطاب السياسي هو من يعني من توابع الثورة. والخطاب السياسي هذا موجود لأن كما قلت لك الطبقة السياسية بما فيها المعنى الشمولي اللي قلت لك عليها، الطبقة السياسية عندها مسؤولية باش ما تخليش العنف ينتشر ويزيد وتنحي أسباب انتشار العنف. علاش وقع عنف؟ غدوة نهار 23 أكتوبر توفيق وسي أحمد، سؤال بسيط ومباشر، شرعية المجلس التأسيسي والحكومة الحالية توفى ولا ما توفيش غدوة؟ هالمشكلة هذه بالنسبة لي هي مشكلة سياسية أساسا، لأن من الناحية القانونية بالنسبة لي الموضوع أسهل ما يكون. جاتنا مناسبة سابقة في تاريخ تونس المعاصرة. وقتاش هذا؟ في المجلس التأسيسي انت عام 56. بورقيبة مشى للبي وقال واعطيني أمر بي نظام ملكي باك التوكيل هذاك كوننا مجلس أسيسي وعملنا به الجمهورية. ما نحبش ندخل توا في الجدل القانوني خاطر يحب لي ساعة نتكلم على الموضوع من الناحية القانونية. المرجع بتاعنا شنو؟ المرجع نتاعنا مش الامر اللي صدره سي فؤاد المبزع اللي هو خذا الشرعيه نتاعو من المره من عند بن علي ومن بعد خذاها من الشرعيه الثوريه وقت قلنا له ارجع اطوي الصحن اطوي الصفحه. المرجع هو التجربه الفقه القضاء الدستوري نتاع تونس. لكن رغم هذا الكل هذه هي ماهيش مشكله وقت يتفقوا السياسيين حول طاوله والسياسيين معنى جميع الطبقة السياسية بما فيهم المعارضة والناس اللي يعرفوا وعندهم أخلاق ويحبوا تونس والناس وطنيين والناس اللي موجودين في الحكم زاد كذلك وحول طاولة في ربع ساعة تتفضل المشكلة. خاطر شنو المشكلة؟ باش نجيو نهار 23 ناقفوا نسكروا الباب ونقولوا نعملوا دواء توايا ناقفوا وتولي تزول الدولة مع ثم الدولة. شنو هو العوائق اللي تحول دون الوفاق سيد أحمد؟ أنت قيمت ربما أنت قيم ربما أنت رجعت في الطبقة السياسية نتاعنا كيف نقول الطبقة السياسية بشمولها المعنى الشمولي كيف ما الشيء اللي واقع في البلدان الكل حتى البلدان المتقدمة وإسبانيا وأمريكا وإيطاليا وشوف ايش قاعد يقع في اليونان توا وشوف ايش قاعد يقع في البلدان المتقدمة اللي سبق دفتر. هل الأشياء هذه قاعدة تقع في كل البلدان؟ الاختلاف في السياسة هو شيء مشروع لكن إذا كان يصل إلى ضرب البنية وتكسير الوجوه ما عادش ثم خلاف تتفقد ربما المشروعية. عندنا تجربة وقعتلنا عندنا تجربة في أوائل الاستقلال الخلاف ما بين صلاح بن يوسف وما وقع بعده من مصائب وضحايا وصبة الظلام والتكسير والعباد نعملوا كل مجهوداتنا باش ما نوصلوش للمرحله هذيك. ما نحبوش نعاودوا نرجعوا لهذيك بالطبيعه. سي احمد على ذكر التجربه اللي انت رجعت لها تجربه في تاريخ تونس المعاصر بعد الاستقلال والمجلس التاسيسي نتاع من 56 ل 59 لو من باب درايتك باداء المجلس التاسيسي نتاع وقتها كيفاش تقيم اداء المجلس التاسيسي اللي انتخبناه بعد انتخابات 23 اكتوبر وتوين سيتسائلوا انا باش نطرح سؤال على لسانهم علاش بعد عام لليوم ما عندناش دستور؟ برشا عده اسباب وما ترجعش لرئيس المجلس التأسيسي وحده. رئيس المجلس التأسيسي ما هو يدير الجلسة
احيانا ممكن يعني يستدعي انتقاد او كيفيه او غير اتفاق، لكن المجلس التاسيسي في مجموعه هو مسؤول. وقت يجي والمجلس التاسيسي الحالي اخلاص السلطه كلها، كي تطويت الصفحه نتاع بن علي وجات الصفحه الجديده نتاع المجلس التاسيسي اللي هو عنده هو مصدر كل التشريع، ولا يتلها بالميزانيه، يتلها بالقوانين، يتلها بالدستور، وكذلك بالحكم التشريع العام نتاع الدوله بصوره عامه. فهمتي كيف يقولوا المهمه الاساسيه هو الدستور، لكن المهام الاخرى شنو نعملوا؟ نخلوا البلاد بلاش خدمه بلاش رواشك، الماكينه نتاع الموتور نتاع البلاد نخلوه يقف نتاع الدوله، بحيث فما مساله وقت. كيف والدستور كيف نحطوا له 6 شهور ولا 3 شهور؟ اي كيف النقاش اللي هو يستحق بكل بالكلمه وكذا، ونقعدوا بالساعتين ثلاثه واحنا نتناقشوا مجلس النواب ما نوصلوش، يجي وقت مؤلم. لكن في نهايه الامر مو لابد باش نتفقوا في الموضوع، فما مش مساله قانونيه. فما تاريخ اقترحه دكتور منصف المرزوقي رئيس الجمهوريه المؤقت، قال نتمنى انه نهار 14 جانفي المقبل يكون عيد، ويكون اجمل هديه تتقدم للتوانسه في احتفالهم بالذكرى الثانيه لثورتهم دستور البلاد حاضر باش. هل تتصور انه واقعي الكلمه؟ علما اني انا كنت نسمع في واحد من اعضاء المجلس التاسيسي في احدى الاذاعات بكري العشيه في شمس افام يقول انه مستحيل نخلطوا نحروا دستور ونعطيوا نسخه نهائيه في 14 جانفي، الوقت ما يكفيش. مو هذه المشكله كون الواقع احيانا يقاوم يخليش القرارات نتاع السياسيين. كيف تجي المجلس هذايا المشكله كونه يلزم يقع اختيار الحلول الملائمه بالتوافق، والتوافق هذا ممكن اذا كان نخليه شويه كل واحد يعطي شويه طريف منه. فهمت؟ اما كيف الانسان يتشدد التاريخ مش قرار سياسي برك، هو قرار لاشياء فنيه فما متطلبات. فهمتي؟ كيف تجي تقول الدستور لازم يتم في 3 شهور ولا 4 شهور؟ كيف يجيو جماعه الفنيين يقولوا لا راهو الاجهزه اللي باش تنظم الانتخابات وباش تجري تسير الانتخابات يلزمها على الاقل 3 شهور ولا 4 شهور، بحيث هنا تلقى ما تستغربش اللي تلقى يعني افكار مختلفه في خصوص التاريخ نتاع الواحد. بحيث ما تراش سيدي احمد انه فما ربما هو اكثر من هذا، هو ثم ناس اليوم كانوا عينوا تاريخ، لكن كيف شافوا بالواقع اللي كونوا الهيئه نتاع الانتخابات قالت راهو مش ممكن عمليا. علاش مش ممكن عمليا؟ لانه فما برشا 50% برك من الناخبين التونسيين شافوا. صحيح. لكن استاذ احمد ما تراش اللي مجلس التاسيسي ضيع برشا وقت في اشياء ثانويه خلاف المهمه الاساسيه؟ المسؤوليه ترجع لشكون؟ لشكون؟ ترجع لنفس الكل. ترجع للنواب الموجودين تحت القبه سي احمد، والجدالات اللي وترجع للاطراف السياسيه والاحزاب السياسيه اللي تابعتها. المبادره الاتحاد اللي انت شاركت فيها الاسبوع اللي فات نهار 16 اكتوبر، ناخذ مقتطف من الكلمه اللي كنت قدمتها قبل ما ندخلوا في تفاصيل الحوار، علما انه ما زالوا لنا 5 دقائق في عمر البرنامج مش في عمر الحوار. قبل الثوره وبعد الثوره كان يضيق صدري ولا ينطلق لساني، وأشعر الآن أمامكم بضرورة أن ينطلق اللسان. هذا أقوله بكل مرارة لأن هو الواقع. يلزمنا نخرج من هالفترة هذه في أقرب وقت. المجتمع التونسي والأجيال الجديدة ما زالت إلى حد الآن ما تشعرش بأن هناك ثورة. فما قسم من الشباب من الشعب تاوي يقولوا شنو هي الثورة جابت لنا، اللي كونوا الحوار اللي باش يدوم في القاعة هذه يتطرق لا فقط إلى المشاكل الدستورية والمسائل السياسية والتجاذبات والخلافات النخبوية وغيرها، يتطرق كذلك إلى الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية وإلى الأمن. مش الثورة برك، مش الدولة نتاعنا برك، المجتمع نتاعنا يتعرض لأخطار تهدده في تركيبته، في سلوكه اليومي، في لباسه. تونس طبيعتها ما نزمش، فما مخاطر تهدد، هذا ما يلزمش نخرج من الهوية نتاعنا ومن الطبع نتاعنا ومن شخصيتنا.
هذو كانوا مقتطفين. توفيق عندك سؤال حول مبادرة سؤال سريع وإجابة ربما كانت سريعة. أنت شاركت حضرت في مبادرة الحوار اللي أطلقها الاتحاد، تعتقد أنه غياب حركة النهضة المكون الرئيسي للحكم في تونس تخلفها عن هذه المبادرة تهدد هذه المبادرة وممكن تنهيها حتى قبل ما تبدأ؟ لا ما نظنش. أنا أصر وعلي جاوبت بكل ريال دعوة الاتحاد. ما نظنش. أنا أعتقد المبادرة نتاع الاتحاد هي اللي دفعت الاتفاق اللي وقع داخل الترويكا وجعلتهم باش ياخذوا اتفاق. هذا من حيث الشكل والإجراءات، لكن من حيث الأصل كذلك يعني المبادرة نتاع الاتحاد والمبادرة الاتفاق اللي وقع داخل الترويكا نفس ماشي في نفس الاتجاه. معناها مبادرة الاتحاد شكلت ورقة ضغط على على الترويكا والحكم. اعتقادي على خاطر مش هكا وقعت مبادرات أخرى مع مبادرة الاتحاد وما نجحتش ما وصلتش النتيجة. خاطر الاتحاد عنده مصداقية وقت يعمل مبادرة. المبادرة متاع الاتحاد سي أحمد في انتهاء اليوم يوم 16 أكتوبر خرجت بجملة من المقترحات في البيان الختامي حول هيئة الانتخابات العليا المستقلة اللي أكد الاتحاد أنه يلزمها تبدأ العمل يوم 1 ديسمبر. سن الدستور وضرورة تضمين ومرجعية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، سن القانون الانتخابي في إطار التوافق وبطريقة تمكن كل الأطياف أو الحساسيات السياسية باش تكون ممثلة في النتائج الانتخابات فيما بعد، الرزنامة الانتخابية موعد 23 جوان موعد غير ممكن ولا يلائم نمط حياة التونسيين، و المجلس الوطني للحوار. وخلينا نبدا منه، هو عرض عليك انك تكون انت رئيس هذا المجلس الوطني للحوار وقبلت ولا ما قبلتش؟ لا ما عرضش عليه، انما وقت مشيت للاتحاد فهمتني ولقيتك الكلمه هذيك فهمتني هذيك هي تعبر على رايي في الموضوع. المهم لازمنا نخرج من المؤقت والانتقالي، خاطر هذه بلاد مجتمع يحتاج باش تكون عنده مؤسسات قارة وديمقراطية في أقرب وقت. عندي سؤال سريع جدا، ولهذا المقترحات نتاع الاتحاد أنا وافق عليها فهمت وأتمسك وما قلته أمام الإخوان. سؤالي الأخراني ليك سي أحمد، كيفاش باش تعدي نهار غدوة؟ باش تقعد في الدار؟ باش تخرج للشارع؟ وحسب توقعاتك شنو باش يصير نهار غدوة؟ 30 ثانية. غدوة استدعوني باش نحضر في الحفل نتاع مجلس التأسيس بالتليفون، الحفل نتاع المرور عام على الانتخابات نتاع 23 أكتوبر فهمت، اللي أنا شاركت فيها لأول مرة منذ سنوات، مشيت حضرت فيها حيث حدث يستحق أن نناشد به، لكن في نفس الوقت عندي شيء من القلق مش على نتاع اليوم برك، على المآل نتاع الأزمة الحالية إذا كان ما تنتهيش بالوفاق. وأنا أعتقد اللي ثم قدر كافي من حب المسؤولية ومن الضمير عند الطبقة السياسية في مجموعها فهمتني ينجموا يلقاوا التوافق، والتوافق هو حاجه ضروريه لابد منها. شكرا لك سي احمد جمله واحده. قالوا لي لازم نختم وفاء الوقت الله غالب، ان شاء الله نستضيفك مره اخرى نخليه الساعه الكل لك انت. شكرا للأستاذ أحمد المستيري، نعرف الحديث مازال في برشا تفاصيل، اللي تحدثنا معاه عن مسألة أو ظاهرة العنف السياسي في تونس، عن مبادرة الاتحاد، عن شرعية يوم 23 أكتوبر هل تنتهي أو لا تنتهي غدا. شكرا جزيلا لك أنت سي أحمد اللي قبلت دعوتنا وشرفنا بحضورك، وأيضا شكرا لزميلنا توفيق العياشي اللي حضر معنا في حلقة اليوم من بتوقيت الأولى. في الختام بتبيع كل الآراء الواردة في البرنامج تلزم أصحابها، ونحن نحترم أصحاب الآراء ومن تبناه وحتى موقف سياسي. آخر ما نختم به في كل حلقة، حلقة اليوم إصدار جديد للكاتب اللبناني العالمي أمين معلوف لي ديزوريونتي، اللي جانا الكتاب هذايا من مكتبة كلير فونتين بتونس العاصمة، مشكورين على مساعدتهم لنا في تبني هالفقرة هذايا. بقية أوقات ممتعة على القناة الوطنية الأولى، غدوة نتقابلوا في موعدنا 7 إن شاء الله. بسلامة.